ست ندى وصلت وعم يستنوكي بالصالون. شكرا كثير. شكلي رح اتعلم التمثيل بهالكم يوم. حاولي تكوني ريلاكس. امي اشتقت لك. انا زعلانه منك كثير. ليش هيك بنتي؟ ليش بصير هيك معك وما بتخبرينا؟ ما قلت لك امبارح ما كان بدنا نلبككم معنا امي؟ ليش ما قلتي لي دغري انه هديك البنت حاكتك وقالت لك هيك؟ كيف بتسمحي لها تنزعلك فرحتك؟ ما عم بقدر صدق. ما بنقدر نخبي عنا هيك مصيبة. عدي ارتاحي مرا، عدي. قالوا لي انك تخانقتي انت وسليم وطلبتي الطلاق، معقولة بنتي العقلة تعمل هيك؟ سليم قبل انك تتهميه لأنه بيحبك، بس نحن ما بنقبل بهالشي منوب لأنه ما عنا شي نستحي فيه أو نخاف منه أصلاً. ممكن الإنسان يتقبل أي شي إلا سمعته، وهلأ صرنا عائلة واحدة. عم ساوي مطبخي؟ عم ساوي مهلبية. يا عيب الشوم، كنتي قلتي لي أنا بساويها. عم بتسلى، جيبي لي الزبادي أنتي. تعرفي شغلة يا ست بيسان؟ العروس تقولي صار لها سنة مو شايفة أمها يا حرام. تعودت على الست زاهدة وكأني بعرفها من زمان كتير. يا ريتها ما تركت الشغل. زاهدة تركت؟ ليش ما بتعرفي؟ رمزية خانم ما خبرتك؟ اليوم ما شفتها لسه. لوين راحوا؟ ما بعرف لوين. وابنها كمان ترك شغله عند عثمان بيك. حتى مبارح ما نام بالبيت عندهم. قال لأهله جهزوا حالكم لأجي أخذكم، بس ما أجي أخذهم لليوم الصبح. قعد شوي وبعدين راحوا. بس والله أنا أخذت على خاطري منها. راحت من دون ما تودعني. تعبت، تعي كملي انتي. تكرم يا خانو، ما بلومك، يلي صار مو قليل. الله يعافي لك يا ويشفي. يا ريت فيني اقدم لك اي خدمة. يمكن تقدري. اهلين منير. سمعت انه الست ندى اجت. مرام فوتتها على غرفتها. شو قصتها هاي البنت؟ لا بدها تروق ولا بدها تروقنا، ناقصينا نحنا. لو تعرف بس كيف مقلبها عمي. حكى للست ندى كل شي صار. شو حكيت لها يا الله؟ انه فاطمة اتصلت، بس هيك. قصده الشي اللي لازم تعرفه، وبالذات الجزء البسيط اللي بيتعلق ببنتنا الأمورة. قلت لها حاول ينتحر؟ يا سلام عليك، هاي هي السياسة. خلي يكبر راسهم ويحسوا انه نحن ضحية. عن جد انك واحد داهية يا صهري. ما عم بقدر صدق انه انت تتصرفي بهالطريقه. كيف بتعدي مع هيك وحده؟ بتروحي لعن جوز البنت لتتاكدي؟ يوم عرسك وقعتي قلوبنا بالارض وطلع كله من ورا هالاتصال. لا والتاني كملها، ولو انه سليم صار له شيء. يا رب دخيلك. امي عم تلوميني مثلهم انت؟ قد ما لاموكي معهم حق مرام. ابنهم كان رح يروح منهم بشرب مي مشانك. جوازتك هي ومستوانا خلت العالم يغاروا منك، غير انه في ناس ما بيحبوا يشوفوا حدا احسن منهم. ما شفتي شو صار فينا اول ما استلم ابوك المنصب وقديش الناس طلعت اشاعات وحكي فاضي علينا؟ هذا الوضع بيختلف كتير امي. بجوز الوضع بيختلف بس المبدا واحد. كمان رشاد بيك رجل اعمال ناجح ومشهور وله اعداء كتير، وبيغاروا من نجاحه يلي وصل له. كمان ابي لما سمع بالقصه انزعج مثلي وما هان عليه. بالأخير اقتنع إنها مؤامرة وتراجع عن قراره. حياتي لهالدرجة أنت مفكرة حالك رخيصة عند أبوكي وعندي لن يرميكي كيف ما كان؟ عن جد أنت ما شكيتي بالقصة؟ ولا تساءلتي بينك وبين حالك؟ مرام بنتي، سليم أكتر حدا بيعرفه هو أنت. معقولة يساوي هيك شغلة؟ وبيوم خطبتكن كمان يلي المفروض أنه يكون فرحان ومبسوط.
بدك تجننيني؟ ما دامك مانك واثقة منه لهالدرجة، ليش وافقتي تتزوجيه؟ ليش قبلتي من البداية؟ لما اجوا اهله لعنا شفت ردة فعلكم انتي وبابا، قديش كنتوا فرحانين ومبسوطين، نسيت كل شيء. وبعدين خفت اذا ما وافقت تسبب مشكلة لأبي، وانتي بتعرفي قديش بابا مركزه حساس. بس اكيد مو اهم منك. هو ورشاد بيك متشاركين جديد، خفت تنتزع شراكتهم وينكشف وضع أبي وضره بإيدي. هذا هو اللي كنت هاكلي هم وأمي، أكلي همكن وبس. يا حياتي كرمال خاطري لا تقهري حالك، لا تتسرعي وتنزعي حياتك لمجرد حكي فاضي. اسمعي منيح شو رح قلك، لا تفكري إني مو فهمانة ومعتبرة كلامك جد، وكرمالك رح تابع الموضوع وما رح أتركه لأتأكد، بس مشان ترتاحي يا قلبي. أمي ما رح مرق الموضوع، متأكدة إنه رح لاقي مين يحكي لي الحقيقة وما يخبي عني.